انك تلبس الفانيلا الحمراء ده شرف كبير جدا، انك تلعب للنادي الاهلي وتنتمي للنادي الاهلي وتحب النادي الاهلي ايضا شرف كبير جدا، انك تكسب مع النادي الاهلي وتقف على منصات التتويج مع الاهلي ايضا شرف كبير جدا، انك تدافع عن كيان النادي الاهلي وتضحي عشان خاطر النادي الاهلي ايضا شرف كبير، انك تتعلق بجمهور النادي الاهلي العظيم في كل مكان وايضا شرف كبير جدا، لانه جمهور النادي الاهلي دايما بيتغنى باسم نجومه وبيحب نجومه جدا، ان الناس تشيلك فوق الراس ايضا شرف كبير جدا، ان جمهور الاهلي يحط اسمك وسط الاساطير فده هو الشرف الحقيقي. فعلا الاهلي كيان كبير وعنده شعب بيعشقه.